الأخبار يخص أعمال المسجد النبوي امتداداً للتوسعات التي تهدف إلى العناية بالمسجد النبوي وعمارته. تم بناء مواقف سيارات أسفل ساحات المسجد النبوي على مساحة إجمالية تبلغ 199 ألف متر مربع، وتمثل بتصاميمها الفريدة التي تساعد مرتاديها على سهولة الدخول والخروج، وتتسع المواقف لحوالي 4200 سيارة. كما تتميز المواقف بوجود أنظمة أمنية متقدمة لتحقق الأمن للزائرين على سياراتهم وممتلكاتهم، وتم تشغيل أيضا 679 كاميرا مراقبة أمنية. فعلا أكيد. ومن المدينة خلينا ننتقل إلى سكان مكة المكرمة، حيث يوم الخميس متابعة ظاهرة عامد القمر على الكعبة المشرفة بالتزامن مع وقوعه في طور البدر، وذلك بحسب ما ذكرته الجمعية الفلكية في جدة، وتعتبر هذه أول ظاهرة فلكية نشهدها هذه السنة. نقدر نشوفها؟ أكيد إحنا مستعرضينها على الهواء مباشرة وبنتابعها أكيد. يعني جميل المنظر، ظاهرة حلوة أصلاً، ويعني يبخت سكان مكة المكرمة أكيد صحيح. واللي بيزور الحرم في هذا اليوم الفضيل أكيد. جميل جدا. نروح للخبر الآخر، إلى مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة والطائرات الورقية التي تودع المسافرين منه، حيث تم تزيين سقف الصالة واحد بعمل فني يتكون من 190 طائرة ورقية صغيرة نفذها الفنان السعودي محمد الشمري في محاولة لعكس الذكريات التي يحملها كل زائر في مخيلته للأماكن المقدسة عند مغادرته للمملكة العربية السعودية. تقوم أيضا فكرة العمل على كتابة أهم المواقع والمفردات الدينية التي ترتبط بملايين الحجاج والمعتمرين خلال رحلة العودة من أداء المناسك طبعا سواء الحج أو العمرة. فكرة أكثر من رائعة، حبيتها. يعني إبداع سعودي، اليوم نحن محتاجين هذه الإبداعات السعودية اللي تخلق ذكرى جميلة بالنسبة للمعتمرين أو الحجاج. وكل ما كانت الذكرى ترتبط بالشخص وترتبط بكل الناس اللي بياخذوا الطيارة وبيطلعوا فيها على المطار أكيد طبعا بتكون جميلة. يعني تخيلي لو أنا يكون لي أثر موجود في مطار الملك عبد العزيز بيكون إحساس أصلاً مختلف من مطار خلينا نطلع فيها على دبي. ورحلة جديدة حنطلعها على دبي، حيث افتتحت دبي أعلى أرجوحة ملاهي دوارة في العالم يبلغ ارتفاعها 140 متراً، والأرجوحة المسمى بسكاي فلاير، وهي جزء من حديقة بوليوود المقتنى التي أعيد إطلاقها كمنطقة جذب السياح، وتتفوق تلك الموجودة على أورلاندو بمسافة 3 أمتار، يعني أعلى من حقة أورلاندو ب3 أمتار.